بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم النهاردة في المحاضرة دي على استكمال المحاضرات السابقة في Fundamental of Computer Graphics. هتكلم على Display Devices اللي احنا ساعات ممكن نسميها Output Devices. ممكن تخطوا عنها فكرة في الترم الأول وحدات الإخراج بس في الكمبيوتر. أنا هنا بتكلم تحديدا على وحدات الإخراج الخاصة بالجرافيكس، ودي تشمل حتى يعني شاشات التلفزيون، الأجهزة الأخرى اللي ممكن تظهر لنا عليها جراف زي ما بنمشي في الشوارع كده نشوف شاشات كده ظهر عليها بعض العلامات الإرشادية، الإشارات حتى بتاعت المرور بيبقى فيها جراف، الساعة اللي في ايدك ليها الساعة اللي في ايدك ليها سكرين بتبين لك الساعة، ساعات الديجيتال اقصد يعني، الموبايل اللي في ايدك ليه شاشة بتظهر الجراف. فاحنا خدنا حاجات خاصة بالاردوينو لما كنت تحط معاها شاشة اسمها ال سي دي عشان يظهر لك الحاجات الموجودة مع السنسور. الديسبلاي ديفايسز اول شاشة ظهرت يعني معانا شاشات العرض دي بنسميها ال CRT. ال CRT دي اختصار لكاثود راي تيوب. مبدئيا بس كده انا بتشك بس ان الصوت وصل للناس، لو وصلكم حد بس يقول لي تمام. تمام 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 اوكي. فالكاثود راي تيوب دي زي ما احنا شايفين كده قدامنا الشاشه اللي كانت القديمه، ممكن تلاقوها عند بعض منكم موجوده يعني، وانا مستعرض دلوقتي هجيب صوره لكل شاشه من الشاشات ديت. اللي كان ليها مساحه في الجهه الخلفيه كانت هي تحس ان هي كده مربعه كده ولها صمت كبير، فتتحط على الديسك توب او على المكتب يعني بتاخد مساحه، او لو حطيتها على ترابيزه او حاجه. فده ببساطه كده الفكره بتاعتها، ان في عندك كاثود وفي انود وفي عندك حاجه اسمها الكترون جان اللي هو المدفع بتاع الالكترونيات. الالكترون يبدا يتحرك بالالكترون بيم كده كشعاع من الالكترونيات، وعندك في حاجه هوريزونتال وحاجه فيرتيكال بيسموها اكس بليتس وواي بليتس. دول اللي بيحركوا الالكترو المسار شعاع الالكترون ده، المسار ده فوق وتحت او شمال ويمين بخلال الايه الجزء ده. وفي الاخر طلعنا على الفلورسنت سكرين على الشاشه. هنا بقى شكل لما يبدا بقى الالكترو يتحرك كده هيبدا نقطه يظهر هنا بيكسل هنا او بيكسل هنا او بيكسل هنا ديبند على المسار. طبعا مش بيكسل ده طبعا الكترون دي يعني تبدا تظهر على الشاشه، يكون بقى الشكل الاخير بتاع الجراف اللي طالع او بتاع الفيجر اللي طالع. يبقى احنا عندنا كده في مجموعه، اخترنا مجموعه كده من الشاشات اللي هي اولهم الكاثود راي تيوب اللي هي سي ار تي، والثانيه اللي هي ليكويد كريستال ديسبلاي اللي هي اسمها ال سي دي. ومهم جدا طبعا احنا بعتنا الاختصارات دي تكافئ ايه يعني؟ يعني سي ار تي اللي هي كاثود راي تيوب، ال سي دي كلنا عندنا معظم دلوقتي في البيت عندنا شاشات ال سي دي اللي هي ليكويد كريستال ديسبلاي. فعندنا كمان البلازما ديسبلاي بانل. فعندنا كمان ال اي دي ديسبلاي، وال اي دي اختصار للايت اميتنج دايت. في عندنا كمان اورجانيك لايت اميتنج دايت اللي هي او ال اي دي. وفي كمان الليد باك لايت ال سي دي. ليد دول كده ست انواع من الشاشات اللي بنقدر نخليها نعرض عليها داتا. بيت صوت يا دكتور. نعم. بيت صوت. وانت كده بقيت الناس سامعاني ولا لا؟ الشباب اللي معانا الناس سامعيني ولا لا؟ لا. سامعينك يا دكتور. نعم. بيت صوت. الصوت بيقطع يا دكتور. الصوت بيقطع. اوكي.
انا هو ما كناش لسه رحنا بعيد كده، يعني احنا لسه بنتكلم على ايه هي انواع الديسبلاي ديفايس او تايبز اوف مونيتورز، هات بتنطق عليها يعني مونيتور. ففي عندي ال سي ار تي اللي هي كاثود راي تيوب، ال سي دي اللي هي ريكورد كريستال ديسبلاي، فعندي بلازما ديسبلاي بانل، في لايت ايميتنج دايت اللي هي ال اي دي، في اورجانيك لايت ايميتنج دايت اللي هي او ال اي دي، وفي الاخيره الليد ريك لايت ال سي دي. انا قلتهم بقى من وجهه نظر كذا معامل كده، يعني ايه هي المعاملات دي؟ عايزين نشوف من الماكسيمم بوسيبل سكرين سايز، اقصى مساحه للشاشه، عايزين نشوفها سكرين سليمنس. سليمنس يعني السمك بتاعها صغيره، البرايتنس، الريزوليوشن، الكونتراست ريشيو، الباور كونسامشن، البرايس، الفيونج انجل، اللايف تايم، اليوسج. من ناحيه المجموعه من العناصر دي، دول كام عنصر كده قدامنا؟ كم عنصر قدامنا يا شباب؟ حد عدهم؟ دول كده 10 عناصر عايزين نقارن بين. تفضل يا دكتور. نعم؟ كان عندي سؤال ولا في مشكلة في الصوت؟ مشكلة يا دكتور. طب مين تاني عنده مشكلة؟ الصوت بيقطع يا دكتور. أنا. كله عنده الصوت بيقطع؟ مش أنا. طب هما يعني الناس تحاول تستحمل الوضع بالشكل ده، انا كده كده بسجل المحاضره فتقدر لما اخلص ننزلها، ولما اخلص لو في ملاحظات في حاجه قبل ما اقفل يعني اعيدها لكم تاني. اول بقى نوع عندنا من الشاشات ديت اللي احنا زي ما احنا شايفينها في الجنب اليمين كده، دي اللي بنسميها سي ار تي مونيتور او ديسبلاي. الماكسيمم سايز بتاعها هيبقى 40 انش. الصوت مش واضح يا دكتور. انا محمد جماعه. يا محمد انا قلت يا شباب يعني الناس تحاول تركز كده، وانا كده كده بسجل المحاضره، اول ما خلصت ارفع خلفه كده. كان عنده مشكله يعني في الانترنت كونكشن، خلاص يستحمل لحد ما نظبط في الاخر وارفع المحاضره. وانا في الاخر لما اخلص هاخد الفيدباك بتاع الناس كلها ايه الوضع ايه. الكاتب ريفيو الماكسيمم سايز بتاعها بيوصل لحد 40 انش، فما تلاقيش يعني كاسر يوتيوب مساحه اكبر من كده في الشاشه. وطبعا بتبدا بتكون الشاشه ديت تقدر تعمل انكريز للبرايتنس بتاعها، وهي بتكون هاي ريزوليوشن. الكونتراست ريشيو تتراوح من 15000 لواحد النسبة بتاعت الكونتراست ريشيو. هي بتستخدم بقى بتستهلك باور كتير، هاير باور كونسامشن، يبقى النوع ده من الشاشات بيستهلك باور كتير. لكن ميزتها ان هي لو كوست، التكلفة بتاعتها قليلة. فيها ميزة كمان اكسلنت فيونج انجل، الزاوية اللي انت بتشوف بيها الصورة ممتازة، تقدر تشوفها من أكثر من زاوية الشاشة لما تبص عليها يعني. اللونج تايم بتاعها، اللونج لايف بتاعها أو التايم لايف بتاعها بيعتمد على الاستخدام، ممكن تقعد يعني سيفرال ديكيدز، يعني العديد من إيه؟ من العقود. فأنت لو عندك شاشة مثلا قديمة في النهاية اللي فاتت لسه شغالة، بس هو في الآخر بيقول لك ديبند على إيه؟ ديبندنج على حسب الاستخدام. الكاثود راي تيوب دي يعني ناس كتير بتستخدمها في اماكن، ممكن تلاقيها موجوده في بعض البلاي ستيشنز القديمه شويه، هي بتستخدم في الاماكن اللي فيها الفيديو لان فيها زي ما قلنا الريزولوشن بيبقى فيها واضح جدا، الحاجات المعامل بتاعت التحميض اللي هي موجوده فيها برضه، وفي لها مجال واسع يعني من الرؤيه الزاويه بتاعت الرؤيه بتاعتها واستخدامها.
ودي ما زال عندكم تقدروا الناس تشوفها يعني لو كان عنده حد شاشات قديمه قبل كده. كنت لها موجوده في بعض معامل الكمبيوتر يعني. ده بالنسبه للسي ار تي. الشاشه اللي بعد كده هي ال سي دي الليكويد كريستال ديسبلاي. ودي بتاخد مساحه اقل 40% من السي ار تي. الشفط بتاعها بيكون اصغر زي ما احنا شايفين الشاشات اللي قدامنا دي كده الشاشه ديت ال سي دي. ودول كمان اسمهم ال سي دي. اللي على الشمال دي الشاشه اللي ممكن تركبها مع الاردوين. واللي في النص دي الشاشه اللي تلاقيها موجوده في بعض الموبايل، بعض انواع الموبايل. بعض انواع جلسه التليفون المحمول تلاقيها موجوده في الشاشه دي بنسميها برضه ال سي دي. يبقى دي ال سي دي اللي على الشمال دي في الاردوينو دي في اجهزه المحمول. وده ال سي دي اللي بنلاقيها عندنا موجوده في البيت. اللي بتشغل منها الشاشه الموجوده مع الكمبيوتر او ال سي دي الشاشه بتاعت التلفزيون اللي بنتفرج عليه في البيت عندنا. فقلنا هي اقل نحيفه او شوفها قليل بتنتج فيري برايت ايمج الصور بتاعتها بتبقى واضحه جدا يعني. وهي فيري سيتابل فور انفايرمنت ذات ار برايتلي لايت. دي طبعا بتشتغل كويس مع الريزولوشن الجيد. والاسبيكت ريشيو بتاعتها بتكون اقل من السي ار تي. والانرجي بتاعتها كونسامشن بتستهلك ثلث الباور من تستهلكه السي ار تي. يبقى عندي السي ار تي ده اعلى استهلاك، ال سي دي تاخد ثلث الباور اللي هي بتستهلكه. طبعا لسه قلت بقى تستهلك قد ايه؟ ده بيعتمد على الشاشه ديت حجمها قد ايه؟ كام بوخه يعني. فكل ما كانت صغيره كل ما كان برضه استهلاك الباور اصغر. كل ما كبرت كل ما كان استهلاك الباور اكبر. ديبند على هي كام بوخه الشاشه. الشاشات دي طبعا بتكون اغلى شويه من الشاشات بتاعت السي ار تي اللي هي بتتكلم على ال سي دي. اللايف تايم بتاعها يوصل ل 13000 ساعة. العيوب بتاعتها ان في عليها قيود في الفيونج انجل. ما تقدرش تبص عليها من اكثر من زاوية. ما توضحش الصورة كويس، لازم تبقى انت قاططها تقريبا يعني فيس تو فيس كده. لكن كل ما تميل عنها بزاوية معينة فتلاقي الرؤية مش واضحة. ده بيشمل طبعا الشاشات بتاعت الكمبيوتر، التلفزيون، وبعض الاجهزة اللي انت الاخرى الموجودة مثلا في الطيارات وهكذا. ده شاشات ال سي دي. النوع اللي بعده هي البلازما ديسبلاي. البلازما ديسبلاي زي ما احنا شايفين الشاشة تحت كده شايفين يعني حجمها كبير ازاي بالمقارنة بالشخص اللي واقف فرحها. فدي شاشات بتكون ضخمة بتلاقوا انت ساعات كده على عربيات موجودة في الشارع بتعمل اعلانات عن منتجات معينة. فدي بتبقى شاشات بلازما. دي كانت موجوده من فتره يعني ممكن نقول من 10 سنوات او اكثر. شاشات البلازما دي كانت منتشره. الشاشات الكبيره بتلاقيها موجوده في الساحات والميادين اللي بتعلق وتعمل اعلانات. اتطور بعدها بقى الشاشات اللي هي ال LED. لما نروح لها يعني هنتكلم عنها اكثر تفصيلا يعني. فخلينا بس في البلازما وده الفكره بتاعت ازاي البلازما بتبدا تشتغل يعني. فكده عموما يعني في منها بعض الشاشات الصغيره طبعا اللي هي ممكن نستخدمها كتلفزيون يعني تبقى 30 بوصه. وفي مساحات طبعا اكبر بايه؟ اكبر بكتير. ممكن نوصل الواحده لحد 3.8 متر اللي هو يكافئ 150 بوصه. وطبعا يعني القياس بتاع اي حاجه من دول انت بتقيس الدياجونال. يعني لما بتقيس الدياجونال هو القطر كده هو ده اللي بيعبر في معظمهم يعني عن هي ان الجهاز ده عباره عن كام بوصه. تقيس بيها الايه؟ الشاشه. بتكون طبعا الشاشه دي اكثر بتكون كليات مسطحه اكثر. وتكون اوضح طبعا من ال ال سي دي. الريزوليشن بتاعتها بتكون كويسه. لها كونتراست ريشيو ممتازه.
لكن يستهلك باور اكثر. يستهلك باور اكثر. ممكن يوصل الاستهلاك بتاعها ل 400 واط لو كانت هي 50 انش او بيبقى يكافئه 127 سم. بالمناسبه الفرق ما بين الانش والسنتي، انا عارفين ان الانش الواحده بتساوي 2.54 سم، يعني 2 سم ونص تقريبا. فالتستهلك دي باور اعلى، وتكون طبعا كمان كتكلفه بتكون عاليه، ثمنها اغلى من الشاشات الاخرى. لكن ليها ميزه ان هي تقدر الفيونج انجل بتاعتها واسعه، يعني تقدر تبصرها من اكثر من زاويه تلاقيها الدنيا واضحه. عشان كده زي ما بقول بتتحط في الايه؟ في الساحات، فالناس مش هتقدر تبص على الساحه كده دايركت، لا ممكن تبص من زاويه تقدر تشوف الايه اللي موجود المنتج اللي بيعرض على هذه الشاشه. لكن هي ممكن تسبب بعض النويز لو في بعض الحاجات قريبه منها زي الام راديو او كلافه، فتقدر تلاقي فيها فرحها نويز. لو انت واقف فرحها تسمع نويز عليها، فبتقول لك انا لازم اشوف مسافه كبيره بينها وبين الحاجات اللي بتولد الموجات دي. ده بالنسبه للبلاستيك. الشاشه اللي بعد كده اللي بنسميها لايت ايميتنج دايو اللي هي ليد. معظمنا دلوقتي بيجيبها في البيت الليد، ولا جاب شاشه ليد. والميز ما بينها وبين الليد اللي عندنا اللي احنا اشتغلنا بيها في الاردوين، وهم على فكره يعني واخد من نفس الفكره. اللايت ايميتنج دايود يعني دايود بيدي لك بيشعلك ايه بيبعث ايه؟ بيبعث ضوء. فمنها الوان مختلفه. فتلاحظ الشاشه اللي تحت دي كده اللي بتبقى مثلا في الاعلانات موجوده برضه في بعض المحلات. ليد ليه بقى؟ لانك هتبص عند كل نقطه من دول عباره عن ليد، يعني كل اكن ده فيكتور يعني، بس هو ليد. الليد دي بقى تاخد لون معين، فلون يبين لك التكست اللي هيظهر او الجراف اللي هيظهر او الفيديو اللي هيظهر، بيبند على عاده بقى في كام ليد في كام ليد في مساحه معينه. في البوصه الواحد او في السنتي الواحد او في المل الواحد ايه كان ليد موجود. يبقى شاشه قدامنا دي اللي تحت دي كده ال اي دي من الحاجات اللي بنستخدمها في الشاشه. طبعا في كمان ال اي دي زي شاشات الكمبيوتر، بس احنا دلوقتي ال اي دي، وفي ال اي دي كمان شاشات تلفزيون. واصبحت كمان الشاشات بتاعت الليد اللي ممكن احطها في الساحات او في الشارع، ممكن تلاقيها موجوده في بعض النوادي يعني. بس هي بتبقى بقى عباره عن ايه؟ مثلا القطع عباره عن متر في متر، ال اي دي عباره عن مجموعه ليد يعني متر في متر، وتجمعها فيها بعضها بسيكونس معين وطريقه معينه، في جهاز يقدر يوصلهم مع بعض، تطلع لك في الاخر هنا شاشه ضخمه بقى عملاقه. انت عايزها بقى شاشه كام؟ 3 في 2 3 متر في 2 متر، يبقى انت محتاج لو قطعه متر في متر محتاج منها كام واحده؟ 3 في 2 ب 6، يعني انت محتاج منها 6 متر، تحط 3 تحت و3 فوق، يطلع لك شاشه كبيره وكلها تطلع فيها الشكل هوموجينيوس يعني بتاع الجراف اللي ايه اللي هيشتغل. دي بتكون لونج لايف تايم الحاجات بتاعت الليد ديت. فيها تحسين كتير بدا يتطور في الجزء بتاع البرايتنس، كونتراست ريشيو اقل شويه من البلازما. ويكون السعر بتاعها 20% اغلى شويه من ال ال سي دي. احنا قلنا ال ال سي اقل من ال سي ار تي. فيبقى الاعلى شويه هي ال ال اي دي. يبقى ال اي دي منها حاجات كتير هنلاقيها وفي تلك فكره الليد اللي احنا ساعات بنستخدمه، بس الليد موجوده في رف اعضاء وكل واحده بتقدر تطلع الالوان كلها بس في الوقت اللي انا عايزه، فيبدا يبان الشكل اللي قدامي بالرسمه اللي انا عايزها او الفيديو اللي عايز يشتغل. ممكن اللايف تايم بتاعها ممكن يوصل لحد 100,000 ساعه. زي ما قلنا مش في الشاشات الخاصه زي الفيونج انجل بتاعتها والبرايتنس كده بتكون افضل شويه. الباور سيفنج بتاعها بعض الاستهلاك بتاع الكهرباء بتاعتها بيكون اقل. ونقدر نستخدمها بقى في حاجات كتير، وممكن لو استخدمنا منها بس الليد الواحده نستخدمها كفلاش زي ما موجود كده في الاشارات بتاعت الايه؟ الورود. او الكرافيك لايت يعني.
هنذكر بعد كده ان الشاشة رقم 5 اللي هي Organic Light Emitting Diode هي LED بس معها في الاول حاجة اسمها Organic Display. في زي الشاشة اللي قلنا دي كده بنستناها لو الناس دخلت على الشاشة حتى على الجوجل او على النت LG OLED TV يجيب لك شاشة اصلا لها علاقة بهذا الموضوع. او ان احنا هنبص هنلاقي موجود منها اصلا شاشات صغيرة فلتر في الموبايل. الشاشة بتاع الموبايل من نوع OLED لان ده بيظهر لنا زي ما هو بعض الموبايل الايه الحديث بعض الشاشات بتاعتها بس OLED. فكرة يعني ان في لون معين بيظهر مع ال LED ده في الخلف فيبانك شكل مختلف خلاف ال LED. دي هاز ماكسيمم سايز ممكن تعمل منها سايز كبير جدا وديت انخف وانطى الشاشات الموجوده دلوقتي وكمان مور فليكسبل تقدر تكون ثابته اكتر عندها هاير برايتنس عندها هاير ريزوليوشن اقل من 5 مايكرو متر بيكسل سايز يعني البيكسل سايز لوحده واقل من 5 مايكرو متر فهتلاقي كل ما زاد طبعا البيكسل كل ما كانت الريزوليوشن احسن واربط الحاجات دي ثاني بيكسل لما تقعد تصور بعض الصور وتيجي تكبرها فتلاقيها البيكسل فبنقول هي كده بقت البيكسل بقى فيها مشكله فاصل كل ما كان سمك البيكسل او حجم البيكسل صغير جدا كل ما كانت الحاجه دي نقيه جدا. الكونتراست ريشيو بتاعتها من 10000 لواحد الاشتراك بتاع الباور بتاعها اقل. دكتور الصوت قطع فتره طويله قوي وبعدين انا بسجل انا شباب انا بقول لكم انا بسجل واصعدكم الحاجه مسجله في بعض الناس عندها صوت مش شغال عشان الانترنت كونكشن فهنرفع بعد كده المحاضره يعني فيديو صوت وصوره يعني فخلاص هنخلص اهوت ونبدا بقى يعني ابدا احولها للاكستنشن اللي بيترفع وبعدين اتكلم معاكم تاني لو في مشاكل معاكم. طبعا لها زاويه الرؤيه بتاعتها كبيره جدا توصل لحد 170 درجه. اللايف بتاعها بتتراوح من 46000 ساعه ل 230000 ساعه فده مؤثر بتاعها كبير جدا. الاورجانيك لايت ايميتنج ديفايس دي ده هو الجيل الجديد من ال LED فطلع منها بقى ناس بتستخدم دلوقتي تلفزيونات جديده اسمها OLED TV وفي الموبايل فون برضه بقى في عندي شاشات بتاعته اسمها OLED فدي فعلا هي الافضل في غطاء الشاشه اللي هي OLED. الشاشه الاخيره اللي معانا النوع الاخير اللي هو اسمه LED Backlight LCD. لو طلعنا كده في الرسمه اللي تحت دي ان عندك مجموعه من الليدز العاديه اللي بنشوفها راكبه في بعد ركاب على الاردوينو بتدي اضاءه خلفيه للشاشه دي فانت هتلاقي مثلا الشاشه اللي قدامنا ديت اللي هي اللي كانت LCD قبل كده بس واخده اضاءه خلفيه فمديها لون مثلا اخضر لون ازرق لون احمر على حسب هو مركب بقى الاثنين مع بعض يبقى هي LCD اصلا بس مديلها اضاءه للخلفيه بتاعتها باستخدام الليد مجموعه من الليد تبدا تبان اصلا في شاشات بقى كبيره شاشات تلفزيونيه برضو او نستخدمها بقى في شاشات مع بعض السنسورز زي الاردوينو او خلافه هي بتكون شاشات بانل لها جود برايتنس لها كونتراست عالي الريزوليشن بتاعها كويس ويكون تراست ريشيو برضو عالية استهلاك الضوء قليل ولها زاوية رؤية كويسة هنلايك بس شوية لو سمحت دي من ده شاشات ممكن تستخدم في وهي موجوده في الايفون 5 وبعض الاجهزه الاخرى زي سوني اكسبيريا اس
الشاشات اللي هي ليدباك لايت ان سي هو عامل ديكستر ان 2 يعني. دي كده ببساطه كانت محاضره النهارده اللي اتكلمنا فيها عن مجموعه من الديسبلاي ديفايسز، وقلنا هنقارن ما بين 10 عناصر لكل شاشه خلال الست شاشات اللي احنا عرضناهم مع بعض خلال الايه المحاضره بتاعت النهارده. الناس ممكن بقى تبدا الناس اللي عندها في مشكله في الانترنت كونكشن او في الفويس دي المحاضره ان شاء الله كده تسجلها تقدر اول ما صحها لكم تقدر تبص عليها، ولو في مشكله في حاجه نتواصل تاني خلال الجروب بتاعت التليجرام. شكرا لحضراتكم. المحاضره بقى انا ايه هقفل التسجيل وابدا افتح معاكم تاني حوار لو في مشاكل في حاجه.